أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان يستمر من خلال الانطلاقات والتحديات في أشواط هذا اليوم. ها هي انطلاقة شوطنا التاسع الخاص بالأبكار المحليات الأصايل لتنطلق هذه الأسماء من جديد وتعلن عن حضور التنافس وحضور التشويق والإثارة في ميدان المرموم في هذه اللحظات. يسير هذا الشوط حاملا تحديات الانطلاقة مشاهدين الكرام وحاملا تحديات المحليات الأصايل في هذا الصباح الجميل. سارت المسيرة ونتابع المراكز الأولى ونقترب من الصدارة. ها هي الآن نجوى على صدارة الشوط. تعود ملكية نجوى لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي هو من يقدم لنا نجوى في هذا الأداء وهذا الاندفاع الأول. بينما المركز الثاني مياسة، تعود ملكية مياسة علي بن سلطان بن علي العرياني هو من يتواجد ويقدم مياسة على المركز الثاني. بينما المركز الثالث ها هي الظبي، تعود ملكية الظبي مبخوت بن سالم بن يزرب العامري وصل الآن وخذ المركز الثالث في هذه الأثناء. بينما المركز الرابع تقدمت هملولة لمحمد بن حران بن سعيد اليابري واصلا الآن إلى المركز الرابع والمركز الخامس في الانتقالة القادمة. نشاهد الفائزة عوض بن سعيد بالشيله العامري يأتينا في المركز السادس. بينما المركز السابع ها هي حرير في المركز السابع تسير بملكية حي بن خلفان الهاملي هو من يقدم في المركز السادس في هذه اللحظات مع تواجد حرير. يا سلام المركز السابع ها هي أمامكم سلهودة محمد بن سيف بن حسين العليلي يقدم سلهودة في هذا الموقع وهذا المكان في البداية الستة كيلومترات. أما المركز التاسع فننتقل مباشرة إلى تواجد صوغة لمحمد بن حمد بن سهيل بن عمر الشامسي أو محمد بن حمد بن سهيل الشامسي والآن من يصل ويحتل المركز التاسع والمركز العاشر. من الجانب الآخر هناك تواجد حمد بن عبيد بن زفنة بن حضير من اشتبي الذي قدم الشاهينية في هذا المسار وهذا الانطلاق. هذه إذا التحديات العشرة الأولى المنطلقة والسائرة كذلك بمسار قوة ومسار ناموس تحكي لنا كذلك قصة ورواية من روايات التنافس الجميل والتنافس المثير. تنافس على أرضية ميدان المرموم أكيد يشكل لك من خلال المتابعة والتحدي كذلك أمام الأخوة المشاهدين والمتابعين أمام دبي ريسينج هذا النقل وهذا الاختصار دائما للمسافات والاختصار دائما للمشاهدة القوية والمستمرة على الهواء مباشرة. عودة إلى بداية الشوط، عودة إلى مياسة الآن غيرت واحتلت المركز الأول. ياتي محمد أو علي بن سلطان بن علي العرياني ليقترب من بداية هذا الشوط ويقترب من مساره وتحدياته. لكن الجانب الآخر يتواجد في هذا الانطلاق. هناك حصل تغيير، الظبيلان غيرت انتزعت المركز الأول. مبخوت بن سالم بن يزرب العامري غير إلى صدارة هذا الشوط وانتقل بسرعة الظبا وسرعة التحديات في هذا الموقع. بينما المركز الثاني مياسة علي بن سلطان بن علي العرياني يقدم مياسة في المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى نجوى لتحتل المركز الثالث. حمد بن سالم بن سليم الاكتبي هو المتواجد في المركز الثالث في هذه الاندفاعة وهذه التحديات. المركز الرابع نقل إلى اليابري هنا في هذه اللحظة وهنا هملولة محمد بن حران بن سعيد اليابري يصل ليرافق المقدم ويرافق ناموس هذا الشوط من البداية حتى النهاية. المركز الخامس عوض بالشيله العامري، عوض بن سعيد بالشيله العامري يصل مع وجود الفائزه على هذا المكان وهذا التحدي الجميل. المركز السادس ننتقل مباشره الى سلهوده او الشاهينيه لحمد العبيد بن حضير من السبي الان واصل المركز السادس. اما المركز السابع من الاخر هناك كدشه متواجده لمسري بن سالم بالعرطي الحميري هو الان من يقدم كدشه في المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن من صوغة محمد بن حمد بن سهيل الشامسي يقدم صوغة في هذا الموقع وهذه التحديات. أما المركز
التاسع نقله الى الشرود لمحمد بن زايد بن خليفه الطنيجي واصلا الى المركز التاسع والمركز العاشر. ها هي مشاهدينا الاعزاء الهاربه لسعيد بن جابر بن ستان المري تصل تحتل المركز العاشر. أعود أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء إلى مجريات هذا الشوط، إلى تحديات البداية، تحديات المسار الجميل، المسار المميز في انتقالة وتحدي هذا الشوط. نعود إلى البداية، نعود إلى بن يزرب العامري هناك ليقدم لنا الظبي، لا زالت مسيطرة، الظبي لمبخوت بن سالم بن يزرب العامري، لا زال صاحب المركز الأول يقدم لنا الظبي على صدارة الشوط، وتستفتح بوابة العبور نحو الانتصار ونحو تحقيق الفوز والناموس. الكل مشاهدين الأعزاء دائما مجتهدا لأن يكون في المركز الأول ويكون معه النصيب بالانتقال والفوز والناموس والانتصار. المركز الثاني مياسة تحاول هناك، علي بن سلطان العرياني يقدم مياسة لتحتل المركز الثاني في روعة هذا الشوط في منافسة هذا التحدي. أما المركز الثالث وصلت الآن كدشة احتلت المركز الثالث، هناك مسري بن سالم بالعرط الحميري يقدم كدشة على هذا الموقع وهذا التحدي. المركز الرابع، المركز الرابع هناك وجود من خلال تواجد هملولة أو بالفعل محمد بن حران بن سعيد اليابري يصل إلى المركز الرابع، والمركز الخامس سعيد بن ستان المري يقدم لنا الهاربة لتحتل المركز الخامس. المركز السادس حمد بن الزفنة بن حضيرم الاجتبيلان واصل للمركز الخامس، هناك بن سليم يعود مع نجوى حمد بن سالم بن سليم في المركز السادس. ها هي النتيجة حتى لحظات هذه اللحظات، حتى لحظات هذا الشوط المثيرة. لكن نعود إلى المراكز الأولى، خلونا نعود ونتابع. 1200 مشاهدين الأعزاء، والمركز الأول هناك المسيطر الظبي، المسيطر الظبي مياسة تحاول وكدشة قادمة، كدشة ومياسة، كدشة ومياسة والظبي، الظبي ومياسة وكدشة، ثلاثية على مسار هذا الشوط، ثلاثية تحكي لنا تحديات هذا الختام لهذا الشوط. الكيل الأخير، حرك يا محرك، استعد يا مستعد في هذه الانطلاقة. الظبي لا زالت ولكن مياسة، مياسة علي بن سلطان العرياني غير الآن، خذ المركز الأول. الظبي من الجانب الآخر عادت مرة أخرى، مبخوت بن سالم العامري وصل ولكن كدشة واصلة، كدشة واصلة مسري بن سالم بالعرط الحميري، ولكن الظبي بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظة هي المسيطرة، هي المسيطرة، هي الباحثة عن الانتصار. هي أمامكم الظبي، الظبي لمبخوت بن سالم بن يزرب العامري من الثلاثة كيلومترات، وهي مستلمة قيادة هذا الشوط. بدأ الآن يحرك، بدأ يحرك، بدأ يغير من مسار الشوط ويصدر الأوامر، صدرت الأوامر على الظبي، انتزعت المركز الأول، غادرت عن هذه المجموعة، غادرت إلى المجموعة الأولى، مجموعة التفوق، مجموعة الانتصار ومجموعة الناموس. هي الظبي في مقدمة الشوط، في مقدمة الشوط ياتي مبخوت بن سالم بن يزرب العامري لينتزع المركز الأول ويحقق هذا الانتصار. وبكل قوة تهانينا على الفوز، تهانينا على الناموس يا أبو سالم. خلاص إلا الظبي، الظبي، الظبي انتزعت صدارة هذا الشوط، سارت بمحركات الناموس، سارت باندفاعاتها التلقائية. يا سلام، ها هي مشاهدي الأعزاء ليتبدل على اليسار وعلى اليمين، تأتي الظبي، تهانينا والناموس مبخوت بن سالم العامري على فوز الظبي بالمركز الأول. بينما المركز الثاني كدشة لمزري بن سالم بالعرطي الحميري، المركز الثالث مياس علي بن سلطان بن علي العرياني، المركز الرابع سعيد بن ستان المري يقدم الهاربة، بينما المركز الخامس الشاهنية لمحمد بن حرام بن سعيد اليابري. مشاهدينا الأعزاء من وصلت احتلت المركز الخامس. نعود من جديد مشاهدي الأعزاء إلى التوقيت الزمني لحظات الفوز. مبخوت بالفعل، مبخوت على هذا الفوز والانتصار مع وجود الظبي. 9:32، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا المبخوت بن سالم بن يزرب العامري على فوز هذه الذلول، وهي الظبي على المركز الأول، بينما كدشة وصلت واحتلت المركز الثاني. تعود ملكية كدشة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري، قدم كدشة في هذا الانتقال
وهذا الانتصار بتسع دقائق 37 ثانية ثمان من الأجزاء من الثواني تانينا على هذا الناموس وهذا الفوز. بينما اللي وصلت احتلت المركز الثالث مشاهدينا الكرام في هذه الانتقاله وهذا الانتصار. هنا تاتي مياسه علي بن سلطان بن علي العرياني الذي قدم مياسه من البدايه حتى النهايه وكانت حاصله على التوقيت الزمني بمقدار 9 دقائق 40 ثانية وجزء واحد من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. هكذا مشاهدينا الاعزاء هكذا إذا المشاهدين الأعزاء كان مسار هذا الشوط بمنافسات وتحديات المهجنات الحليات الأصايل لتبدأ برحلة المهجنات الأصايل في هذا الانطلاق وهذا التحدي. هاي الرحلة القادمة اللي تسير بها هذه الشعارات المختلفة والمعروفة والتي من خلالها عرفت في ميادين السباق بالمشاركات القوية والمشاركات المميزة الثمينة. شوط العاشر يسير أجواء هذا الشوط